نبدأ بكريم، ان هو كان الاول كريم احنا ايوه كنا عايزين نجيبه من حوالي سنة، وحصل كلام عن نادي النجوم، وحصل كلام عن نادي انبي ان احنا كنا محتاجين كريم يكون معانا من الموسم اللي فات، ايوه لكن كان عنده لسه كمان موسم إعارة مع نادي انبي، فالموضوع ما فيش زي ما احنا كنا عايزين قوي. فصبرنا لغاية ما يخلص الموسم واتكلمنا كان مع نادي النجوم، وتكريم طبعا كان عنده رغبة كبيرة في النادي الاهلي، وكان حصل كذا كلام برضه من بعض الانديه الاخرى، لكن كريم كان قافلها خالص، كان عايز يكون معانا. فالموضوع مع كريم ما خدش وقت كبير قوي، ومع النجوم ممكن يكون خد شويه وقت برضه في المفاوضات، لكن مع كريم نفسه الموضوع كان سهل جدا، مش مشكله خالص يعني. حسام حسن حسام برضه نفس الكلام، كان الكلام برضه في الاول من سموحه، كابتن خطيب طبعا مع المهندس فرج عامر، علاقتهم علاقه محترمه جدا، علاقه فيها احترام متبادل، فالموضوع برضه تفاوضيه ما خدش وقت كبير خالص مع النادي. وحسام نفسه كان عايز يكون موجود معانا، كان عنده بعض عضو من الانديه الاخرى برضه، وكان بيكلمه كتير قوي، لكن هو في الاخر رفض كل حاجه وقال لهم لا انا في النادي الاهلي.